في ولا شيء حكينا فيه هلا حكي فيه قبل، لانه كثير حكيت بمواضيع وما عم صدق خلصت. وصدقيني مش صدفه، يعني اكبر عدو للانسان ما بعيده. I had a mission in my life. I will keep trying till I get there. هيدي gift من عند الله. بعدين انا خسرت كثير وتعلمت كثير بالحياه، في ups and downs. نفسيات المريضه بعرفها، بعرف امتى برد لهم اياها. ما عم لاقي لها حل، عن جد مشكله كبيره. كامستري منو راكب، ما بيعرفوا behind the scene شو فيه. صدقيني عندك شي ما بيشبه غير عالم. اليوم شنطف. هاي. هلو، ثانك يو فور كومينج تو برين بود الجاست اديشن. ام هوبينج هيك شوي الانترفيو اليوم نحكي بامور عاده يمكن ما بتحكي عنا. ريدي ريدي اولويز. السايكولوجي اوف باسكتبول هيرو صراحه، يو ار ناشونال هيرو للكل. ثانك يو، بشهاده كل العالم. اند وير سو براود تو هاف يو ليلي. ثانك يو سو ماتش. ميرسي ميرسي لك. سو رح بلش هيك شوي بهيك باك جراوند information. Yes. اول شيء الي، how do you describe yourself؟ who is الي مشانتف؟ انا حدا سوبر عاطفي، ببين علي انفعالي، بنفعل دغري، كل قراب بيعرفوني. حدا بحب الحياه، حدا بشوف الحياه كثير هينه وكثير سمبل. ما بحبها معقده. I take the easy way. I always follow my passion, my heart. وبآمن بالصدف كتير، يعني بآمن كل شيء بعمله وكل شيء بيصير معي بيصير for a reason، ما بيصير هيك. سو أنا جيت على لعبة الباسكتبول لا for a reason، وهلا عم بنتقل بحياتي. What's the reason؟ كانت لعبة الباسكتبول كأنها خلقت لألي، حسيت إنه كأنه كان في شيء ناقص بحياتي ولقيته. وما بتصدق إذا بقول لك since I was very young، يعني كان عمري 7-8، نحن عايشين بضيعة بجنوب اسمها عبرة. وبتعرفي حياة الضيعة، مجتمع مغلق ويعني ما كتير انفتاح مثل المدن وهيك. سو كان عندي شعور على طول انه انا جيت، ما بعرف اذا كل الاولاد بهالعمر بيحسوا بهالشيء اللي حسيته، بس كنت حس انه انا جيت على هالدنيا عندي رسالة بدي اقدمها. ما جيت كشخص عادي بده يجي. عن جد كان عندي هذا الفيلينج، وما كنت حس، كنت يعني يمر احس فيه انه لا انا يعني انا ما رح اكون واحد من هالسبعة مليار، في شيء دور بحياتي بدي اعمله. سو لما تعلمت الباسكتبول كمان ما كنت همي يصير نمبر 1 او يصير احسن لعيب او وات ايفر، كان همي يصير انا اقتنع انه انا قادر اكون ذا بيست مع حالي. يعني انا قادر اقنع عقلي انه يس هيدا، يعني يكون عندي ساتسفاكشن، سيلف ساتسفاكشن. من بعدها حسيت انه لا there's something bigger ومشيت معي. وهيدي سبحان الله الولد من هو صغير لما بيربى بشي بكاركتر بشي بيضل معه كل حياته. صح. يور كاركتر بيشبه امك ولا بيك اكتر بتحس؟ اتنين يعني امي طيبة قلب ومحبة للناس وبتسامح وبتنسى بعد وقت قصير، بي انفعالي رجولي قرارات، وكمان قلب طيب بينسى بيسامح. احلى شيء بالحياه الانسان يعرف يسامح. اتس جود تتعلميها من اهلك، من بيئتك، من مجتمعك، من بيتك الصغير اللي بتطلعي منه. بيربى كاركتر الانسان مع هالعائله اللي هي بتربيه، امه وبيه واخواته. يعني عرفتي بتعيشي مع عائله نصابين، بيطلع واحد نصاب بيعيش مع عائله. سو الموديلينج بنسميها. اذا ما كنت باسكتبول بلاير شو كنت بتكون؟ شي مرة فكرت هيك انه كنت حب اعمل مهندس. انت مهندس شو؟ سيفل. بس انا بلا لما كنت عم بدرس كنت عم بدرس بزنس، لانه بلشت بالباسكت خلص بطل في شيء. اخذت لي عقلي. سو كفيت بزنس خلاص شهادتي اند ذاتس ات. بس انه ايه لو ما في سبور بحياتي بركي كنت اعمل سيفل انجينير. اوكي. سو اذا بدي رجعك شوي الي ل 30 سنه لورا. يس. خبرني شو كنت تعمل، كيف كان التيبكال داي لالي مشانتف هيك من 30 سنة لنقول هيك، بس كنت بالباسكتبول بالبيك من 30 يعني around 21-22 تقريبا. ايه بال 22 بالبيك تبع تمريني. لقلك انا حدا بركي اذا بتجمع 10 لعيبة مع بعض
كانوا يتمرنوا قد ما كنت بتمرن انا. كان بلش نهاري الصبح اول شيء روح على الجيم. اوكي اعمل الجيم تبعي اللي هو بروبلي شيء ساعه. شو كنت تروق ولا ما في تربيه؟ ما كنت اتروق. كنت اخذ قصص كورن فليكس مع حليب اكيد الحليب لايت والكورن فليكس نقي القصص في كتير بروتين وهيك بقى خلص الترويق اللي هي سناك كنت اعتبرها ماشي او اخذ كنت اخذ بروتين شيك اسمه مايوبلكس بهديك الايام ات واز ذا بيست يعني. بعدين روح على الجيم اعمل ساعه او ساعه وربع يكون الترينر ناطرني تبعي. خلص الجيم فوت على تريننج بالملعب اعمل انذر لايك شي 1 اور او هيدا بعدين لانش بعدين اعمل روح شوت انا بعد الظهر. هاي بالاوف سيزن عم نحكي اوف سيزن مش اون سيزن مش وقت الجيمز. بعدين روح انا شوت لحالي شوتينج مع البول وهاندلينج وهيك واعمل تمرين الفريق عشية. يعني كنا عم نحكي 5 to 6 hours كانت most probably minimum 4 times a week 4 to 5 times a week. وانا حدا ما بحب ينام بكير بكون كتير تعبين لما روح على البيت بيخدني وقت لاغفى لانه المسلز بيكونوا so I need time. كنت اقضي وقت مع اصحابي بس كل وقت بالبيت على التيفي نعمل الاكل بالبيت وهيك. وبالسيزن بيشبه اقل تريننج بس مور فوكس على الجيمز وعلى هذا. يعني بيكون عندنا بروبلي بالجمعه 2 اور 3 جيمز بلس كل يوم عندنا تمرين فريق. سو المختصر مفيد من عمر 17 لعمر بروبلي 34 ما بعرف شيء الا باسكتبول. ديسيبلين 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 انه ايه يعني عندي كان في روم للفن روم للهيك. كان في انا حدا كثير بحب اتسلى كثير بحب اسهر كثير بحب انبسط بس كنت يعني كنا نخلص كل البطولات اذا ما عندنا منتخب وكثير بلوموني انه بيقولوا لي ما عندك شيء مع المنتخب. انا يعني بالكارير تبعيتي عندي كثير مع نادي بس ما عندي قد ما كنت اتعب. يعني كنا نلعب دوري دبي دوري سوريا غرب اسيا اسيا عرب بطوله لبنان كاس لبنان طب 7 تورنمنتس يعني بريشر وضغط والحكمه اذا ربح 20 ماتش خسر ماتش بيتذكروا الماتش اللي خسره. سو ات واز تو ماتش بريشر بقى ما كان كتير عندي وقت. كان يعني كان اذا بدك عندي شهرين بالسنه هو اللي اخذ بريك فيهم وبالشهرين ما اترك حالي كتير لانه رجع بتعزي صح 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 يعني الكامباك بدك تدفع كل حبه فريد تدفع حقها بروبلي شيء 10 كيلومتر ركض مزبوط مزبوط مشان هيك خلص كانت متواصله يعني فوكس. طب شو اللي كان يميزك غير انه التمرين اللي اكيد كانت كثير ديسيبلند لانه في اذر بلايرز منهم هالقد ديسيبلند بس في شيء كان يميزك لكل الناس يقولوا عنك انه ليدر على الملعب في شيء هيك اشتغلت عليه او انت كان فيك؟ لا انا عندي كاركتر ما بحب اخسر ما بخاف من شيء بمرق بتذكر قصص مرقت بحياتي. مره لعبنا ضد سي اس كا موسكو كان عم نحكي يعني اهم فريق باوروبا كان بال94 بدوره الملك حسين الملك الاردن ما بتذكر وقتها بس ملك بدوره الملك كل سنه بيعملوها. سو بالعرب ربحنا نحن وهن ربحوا وصلنا معهم نحن وياهم ضد سي اس كا موسكو. يعني عم بحكيكي هيداك الوقت يمكن كلهم كيفين يلعبوا ام بي اي فتت بكاركتر ما فرقان خسرنا 30 بس لعبنا وانا حطيت 30 نقطه ما بخاف من شيء. كنت بالسبور مع انه كنا طالعين من حرب طويله ومشاكل كنت اقول انه اتس مان تو مان اتس ابل تو ابل ما في يعني كل انسان عنده شخصيته عنده كاركتيره مشان هيك عندي كاركتر ما بحب اخسر بحب اربح. كنت اتمرن كثير اي واز ريدي اول ذا تايم سو مشان هيك سبحان الله وال يعني الشخص اللي بيكون عنده شخصية بالملعب بتربى معه بحياته بتكون موجودة. يعني بكل شيء بالحياة في عندك شخص سوبر ناجح وناجح وشخص عادي وصدقيني مش صدفة. الإنسان اللي بينجح لأنه بيتعب لأنه بيكون ديسبلين بحياته لأنه بيكون كونسيستنت ثابت قد ما يوقع بجوار قد ما يوقع بمشاكل بيرجع بيقوم وبيكفي لا بيكسر ولا بهذا خلص. انا عندي هدف هيدا المحل بدي اوصل له او keep trying till I get there that's it. برايك شو اكبر غلطه بيعملوها البلايرز يعني بي انا ديلي يمكن بيبقى واحد كثير تالنتد بس they make mistakes ماشي بتكبر براسه الايجو يعني اكبر عدو للانسان الايجو. اخر شيء بده يتذكر قد ما واحد كبير في حدا احسن منك somewhere
يعني نحن ونحن لازم نكون خصوصا نحن الرياضيين اللي نجحنا بحياتنا والناس بتحبنا وانا ام سو لاكي لانه بعدني بمشي على الطريق كل الناس بتحبني وكل الناس بتشوفني بس انا بكون مثل منيح لليانج جينيريشن اللي طالعه مش انه بصير اذا صرت مثلا شي ماتش حطيت 30 نقطه بطل بتهدى طب ناسي انا بحياتي شو عامل يمكن قديش مربح فريقي ماتشات قد ايه مربح بلدي بس انه اخر النهار اوكي اتس شيء حلو وحلو هيدي الاكسبيرينس اللي بتمرق فيها بحياتك تعلميها لناس بحاجه لها هل قد سمبل ايه 100% وقد ايه برايك هيك لانه هذا السؤال سالته لغستان سركيس بدي اشوف اذا يو هاف ذا هيك سيميلر انسرز قد ايه برايك في برسنتج تالنت كاز ا جود بلاير قد ايه في برسنتج تالنت وقد ايه في برسنتج هون ليك ثلاث شغلات التالنت والذكاء والديسيبلين ما تستاهون اللي بيتمرن اكيد اذا واحد ما عنده تالنت اذا باقي 50 سنه يتمرن ما راح يقدر بس قد ما يكون واحد تالنتد لازم ينمي التالنت تبعه لازم يتمرن يعني اذا انا حدا بلشت بلعبه الباسكتبول مثلا انا بخدها على حالي بلشت كل اللي شافوني فكروا كنت العب لي سنين بس لانه اول ما بلشت حسيت كانه كانت شيء مني وده بس انا لما لقيت هيدا هالقد شيء منيح ما بحياتي بكبرت براسي في ماتشات حاطت 65 نقطه في اكثر من ماتشات اكثر من 10 ماتشات مربح فريقي على البازر ما في بطوله ما ربحتها ولا يوم فكرت حالي احسن من الناس اخر شيء انا طلعت وصلت لهون لانه اي هاد ميشن ان ماي لايف مثل ما حكيم بيصير نمبر 1 بالميدل ايست وبالعالم وبيصير لانه اشتغل على حاله ودرس وبقي ديسبلين بحياته مثل ما رياضه مثل ما حيلا انسان بينجح بحياته فهيدي جيفت من عند الله بعدين التالنت ربنا بيعطينا اياها ونحن بقول انه التالنت از نوت انف يو هاف تو ورك فيري هارد لحتى تحافظي على التالنت تبعك طيب كيف كنت تعمل لحالك موتيفيشن بس كنتوا تخسروا بس كنتوا انه اكيد كل بلاير بده يقطع بهول المود روح تاني نهار على التمرين خلص اتوي الصفحه اتعلم منها اتعلم انا خسرت كثير قبل ما بلشت اربح وتعلمت كثير وانا حدا ما بيستسلم بقيت اتعلم من الغلط 95 خسرت بطولة عرب 96 خسرت بطولة عرب 97 خسرت بطولة عرب 98 ربحت 99 ربحت 2000 ربحت سو بالحياة في ups and downs بدك تتعلمي لما بتقعي بدك تجمعي حالك وتقومي وتحضري حالك وترجع تنطلقي انطلاقة أقوى من قبل وتالت مرة أقوى من التاني وكل مرة أقوى من المرة اللي قبلها لأنه هيك الإنسان بينجح في حياته 100% لأنه it's part of the journey إذا الشخص ما قاعد غير يربح يعني مش بتصير مرة على 100,000 صح صح you have to work hard to get your thing done. صح 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 وهيك just a random question هيك بتحس أنه لأنه دايماً بحيالة مهنة أو especially بالسبورتس يعني دايماً في مقارنة so دايماً الناس بتحب تقارن تقول أنه هيدا الفريق أحسن من هيدا الفريق أو هيدا البلاير أحسن من هيدا البلاير أو دايماً بحطوك بصف yes. أشخاص بقرموك بتزعجك المقارنة no. حتى بوقتها ما كانت تزعجك I'm proud أنا بيرجع يفتح ويشوفه أنا I'm proud what I did hey. أنا بدي أقولك شغلي أنا يعني نحنا بنضل نقولها لانه هيدي الشغله نحن جينا ما كان عندنا شيء يعني كانت ارض سوداء لبنان طالع من حرب ما في رياضه كان لنا 20 25 مع تورنمنتس دوره الاحياء ودوره الكهرباء ما في بطولات ما في نحن جينا مثل وحوش كنا مش انا جيلنا وانا بزعل ما بينحكى عن جيلنا كان في لعيبه انا تعلمت منهم بجيلنا رجال ابضيات فتحنا الباب بلشنا نربح الفرق اللي ما كانوا قارينا يعني انا ببلشك من اضعف فرق بالعرب وبطلع على اهم فرق نحن ربحنا عصين بلبنان بالاندي ايه كان اخر مره بيشارك كوريا 50 مره غالبينهم الفرق الايرانيه الفرق القطريه الفرق السعوديه كانوا باحسن ايامهم سو نو انا بعتقد انه نحن اللي عملناه بالباسكتبول نحن فتحنا الباب وانا بتمنى ين هيك يصير في شي مره حلقه يدعو كل هاللعيبه الكبار اللي مرقوا عجيلي انا عن جد استفدت منهم كلهم وهن هول الشباب هن اللي عملوا الباسكتبول صدقيني هلا نحن قدمنا هديه لهيدا الجيل اوكي بس هيدا جيل منه هين وانا الباسكتبول بضل اقول بالف خير لانه عنا مستوى عالي فيها اولويز
So اللي اجوا من بعدكم they have easier إذا بدنا نقول circumstances أي much easier لأنه كل شيء تغير facilities تغيرت personal trainers nutrition الكل شيء صار موجود. أنا قايلها 100 مرة كنت أطلع على أمريكا كل أول سنة تجيب الأكل تبعي سناكس تبعولي من أمريكا ما كنت لاقيهم هون اشحن بوكسات بالطيارة أكلاتي عرفتي شو هالقد اطلع جيب القصص الدايت تبعي من برا البروتينز الأخبار ماتشات ام بي اي ما كانوا يحطوا على التي في أيامنا كنا ننطر ما بعرف على أي شانل بتركيا 4 الصبح تعال نحضر ماتش ام بي اي سو لا هلا كل شيء تغير هلا يعني بتلاقي لعيب اذا شافوا شوي التالنت فيه 50 واحد بفوت عليه بمرموه بياخذوه which is good يعني مش غلط بالعكس هذه شغله منيحه. بتحس حدا بيشبهك بطريقه اللعب هلا من اليونج جينيريشن هيك بتقول انه أنا شوي بيشبهني مش انه خليفه بس انه هيك نوعا ما أنا بقول نفس الباسكتبول ما في حدا بيشبه حدا يعني بالرياضه مرق بيلي مرق رونالدو مرق ميسي مرق مارادونا كل واحد عنده كلهم جريت ستارز كل واحد مرق جوردن مرق بيبن مرق بالان بي اي شاكيل اوني لاري بيرد ما بدي ليبرون جيمس كتير لعيبه ولا حدا بيشبهني كل انسان عنده الكاركتر تبعه وعنده حضوره وعنده كذا حدا بيشبهني لا ممكن في كتير لعيبه منيح في كتير هذا بس انه ما بحب شبه انا اصلا ما ضروري ضروري اصلا كل واحد عنده كاركتر وكل واحد عنده ستيل لعبه وكل واحد بيعمل لعبي يعني أنا بالنسبة لي أحلام اللي حلمتها قدرت حققتها وأنا حدا كتير محظوظ بهالحياة عن جد بسبور يعني حلمي بسبور عن جد كان حلمي كان عمري 21 سنة لما جيت لعند أنطوان شويري وحلمنا بآسيا ال 91 حلمنا بآسيا 92 98 كنا أبطال آسيا it took me 6 years ورجعنا عملناها مرة تانية وعملناها مرة تالتي so عطول بشكر ربي انه عطاني كل هالشغلات جمعها فيي تقدرت انا عملت اللي عملته عن جد. شي مره بهالسنين اللي قبل ما officially you quit قلت انه انا خلص I don't want to do this anymore يعني قبل ما وصلت على ال لا انا كنت بعدني عم بلعب يعني لما انطوان شويري قرر يفل كانت صدمه كبيره وهو طلب مني انه انا ما كفي كمان بهديك الوقت هلا انا ما قبلت وقف بس بعدين حسيت انه خلص الباسكتبول اشطيت يعني ما سو حسيت انه ما بقى عندي تشالنج جيت بدي العب حسيت ما بقى في تشالنج قلت لك لعبت سنه هيدي وذاتس ات. كيف هيك اخذت الديسيجن ما كانت صعبه لك انه صعب الشخص يكون انه اون توب ويقرر انه خلص بدي وقف بالليك بالحياه على طول في بدايه في نهايه وفي بدايه جديده سو انا اي واز ريدي انه بده يجي نهار خلص قراري رح يكون انه that's it وانا كنت مقرر فيل بالبيك تبعي مع بالي فيل انه بعد ما كل الناس تعرف إليم شنطف كل عمره عنده ليفل معين وعطوه ما بدي وخلص يعني so انا بسبور I love to challenge يعني حتى هلا بالتنس حتى هلا يعني اذا بخسر بروح على البيت ما بنام بالليل انه خلص بصير ناطر اخذ الريفانش تبعي تاني ماتش حتى سو انا بحب التشالنج بالنسبه لي كان I had no more challenge. اوكي وات واز ذا موست تشالنجينج يمكن جيم او اكثر شيء هيك لعبته كثير كان تشالنجينج كل شيء مرقت فيه صدقيني انا every practice كنت اتحدى حالي والكل مثل اي جيم كنت اعطي 100% every time لانه ما بحب عود حالي على الكسل او ما اكون هيدا سو كنت كل الوقت اتمرن حتى اكون ريدي لحتى اني تايم لازم اكون موجود. اوكي يس خبرني السنة اللي يو كويت اي سنه 2004 2005 6 بعد 2005 يمكن 2006 بعد 2006 هيك شيء مش ذاكر كيف كانت السنه شو عملت ماشي فليت ولا عملت ريتايرمنت ولا شيء وقفت اند ذاتس ات ورحت على شغلي كنت اوريدي فتحت okay. البزنس تبعي جديد البحر تبعي و ورحت دغري yes. ولهيت حالك وخلص يعني حتى بعدت على الباسكت يعني شي مره قلت شريت لا يا ريت طولت اكثر نو 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 نيفر نو 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 بالعكس خلص وكان اني تايم بدي ارجع كان في ارجع اي نو ماي سيلف بس خلص بالنسبه لإلي في شيء اسمه بالسايكولوجي بنقول ذا ارت اوف كويتينج نوينج وين تو كويت لانه اكبر غلط بيعملوه ان كان الانفسترز او الناس المشهورين او دائما دي دونت كويت دي دونت ليرن تو كويت صعبه لانه كثير صعبه لانه لسه الشهره والمصاري
وال يعني كلها بتغري يعني، بس الشخص بيوصل لمحل بيتغير بنظر الناس يعني. سو أذكى شيء هو واحد يوقف بال أنا من يعني أنا لما حسيت وصلت لمحل حسيت إنه really I had no more challenge، ما بقى محس إنه يعني ما بقى عندي هيدا خلص أمضان. هلا هاي موجودة بمحلات تاني، بقصص تاني، بشغلي، بحياتي، always على طول excitement بوعى a beautiful day، بدي يكون نهاري full of energy، حلو، عم بعمل شيء منيح. so morning person أنت بتوعى بكير؟ no ما بوعى بكير. okay بتسهر؟ إنه إيه ما نهاري أنا يعني بفرمول النهار، so بوصال مهري بالليل. so وبسافر كتير، هلا عندي فتيق ما بيفهم جواتي، so إذا بتتركيني بالبيت في نام 3 أيام يعني. اوكي وبرايك انت هيك ايها احلى فتره بحياتك كلها هيك if you want to look back بتقول انه هيدا احلى شيء انا من 97 لل 2000 من 97 ل 2004 هيدا احلى الجولدن ايج. هدول انا هول بهيدي بهالفتره ربحت 23 لقب مع الحكمه ب 8 years. واو سو تخيلي 23 كاس رفعت بسبع سنين. قد ايه حلو. نايس. وكنت تتأثر بالنيجاتيف كومنتس؟ حدا حكيك شيء قالك شيء؟ لا، في هلا لك انا قصص نيجاتيف كومنتس لإلي I'd like to have حدا ينتقدني انتقاد بني، لانه ما في انسان بيرفكت يعني بالحياه، على طول انسان هذا، بس انه النفسيات المريضه بعرفها انا ما بتأثر. شو لما حدا ينتقدني بس يعني بشغلات تي يزكسكوني ما برد اخر همي. بعرف امتى برد لهم اياها اكشلي. اوكي اي نو ذا جود، بلاي الجود تايمينج لاعمل ارد لهم اياها دائما شيء مش دائما سام تايمز بس. اوكي ولهلا بعد شيء ناس تنتقد ولا هلا بتحس انه هلا شغلي بالبلديه عم ينتقدوني لانه وضع البلد صعب وعندي مشكله زباله ما عم لاقي لها حل عن جد، مشكله كبيره لك بكل لبنان، بس عم نحاول قد ما فينا. انا بدي اقول انه انا اي اولويز جيف 100% يعني اذا في اي حل بحي الله محل بركض عليه للاقيه، ماني حدا متعجرف او بحقد او هلو، اولويز بشتغل تساعد وين بقدر ساعد بساعد. ليه فتت بهي ضيعتي واجت اجت لميلتنا البلدي بتعرفي كل مره بتروح لاجب حدا، وكان في اجماع بعائلتي انه كون انا وعملتها، واكيد انه فخر لألي ساعد ضيعتي واهلي، بس انه اجاني ظرف ابدا منه منيح ما قدرت اعمل شيء. يعني كل رؤساء البلديات هلا خدي من شو انا عم بقول لك، الوسط والصغيره عم بيردوا يشحدوا مصاري تا يقدروا يخلصوا، يقدروا يضووا الكهرباء تبع الطرقات ويشيلوا زباله ويعني واتسترا. شو تعلمت من شغلك بالشان العام؟ ما بعيده بلبنان ما بعيده، لانه حلو شأن عام، لك شأن عام بيتدرج الواحد تيتحسن تيقدر يعمل شيء لمنطقته، تقدر لو يصال لمحلات أفضل، بس هون يعني عايشين ببلد مفكك كله للأسف، يعني ما في واحد يقدر يعمل شيء. إذا بدي أعمل مخطط بلان تنفذه ما فيك تنفذيه، في 6000 أوبستكل بطريقك وبديك هيدا. نو الشأن العام بوضع لبنان مثل ما هو ما في يعمل شيء، ما في ما بتقدري يعني ما فيك تعملي بروجرس باي محل بتشتغلي فيه. بتحس في امل للبنان؟ اونستلي اونستلي ما فقدنا الامل ولا يوم، بس هاي اول مره انا عن جد اول مره بحس انه بحزن على حالي وعلى كل هالشعب بعد كل شيء مرقنا فيه. ليك وين نحن يعني طب اوكي 2009 صارت 2019 سوري صار الكراش وخربت الدنيا وقالوا اوكي يلا بدنا نقوم بالبلد بدنا 10 سنين، هاي 2013 رح تخلص يعني يا ريت بعدنا محل ما كنا بال2019 هلا 2023 سوري 2009 كنا احسن من هلا. صح. طب انه معقول يعني بعد كل هالمرقنا فيه بعد ما عم نتعلم؟ هيدي اتس ا باد ساين، مشان هيك ما بقى متامل كثير بلبنان انا اونستلي، مع انه قلبي وروحي كلها هون، ولادي كتير بحبوا لبنان بتمنى ما يتعلقوا فيه مثل ما انا تعلقت فيه، يكون عندهم حياة برا، بس انه انا قد ما فيلم لبنان خلص صرت وصلت at age ما بقى فيه بعد وقت طويل يعني انه خلص عرفتي، بس انه الامل موجود، بس انه تندم على opportunities ما اخذتها برا؟
بتقول كان لازم بوقتها انه ليش ضحيت زيادة عن زوم. هلا ليكي انا بضل بقول انا شخص محظوظ لانه حققت كتير بحياتي بعالم الرياضة وحققت كتير لبلدي. سو بهالفترة ما بندم، بس بعد هيدي الفترة ايه يمكن اجتني فرص برا ما اخدتها لانه ايمانت بلبنان. ايمانت بالبلد وايمانت انه خلص انه خلص حلنا نتعلم بعد كل شيء مرقنا بفترة ازدهار وحسينا انه نسينا الحرب ونسينا المشاكل، بس للأسف رجعوا ردونا 100 سنة لورا كلهم دون استثناء للأسف. يعني وسوتنا لهم هن زيتون وردينا لهم زيتون من بعد اكثر شيء المصريات وخربوا الدنيا وهيدا، وبعدنا بنحكي مسلم مسيحي وبعدنا بنحكي طائفية وكيف هذا البلد بده يزبط؟ قتلنا بعدنا مدري كم سنة واخر شيء اكتشفنا انه كله عم يلعب فينا، وهلأ عم نرجع نعيش زيت الخبرية اللي عشناها ما بعرف اذا بالخمسينات وبالستينات وبالسبعينات وبالثمانينات وبالتسعينات وخلصنا، وهلأ عم نرجع الزمن عم بعيد نفسه عم يعني طب انا كيف بدي كاني بعد امن بهيك بلد؟ صح او صح صح. قول انه للأسف دعان لبنان بهيك ناس عم بيدوروه وحياة الله. يمكن بقول كمان التعددية هالقد ما بتركب، يمكن الكامستري منو راكب بقلب البلد قد ما في طوائف وأحزاب، بس أنا الملامة الوحيدة اللي بزعل إنه بعدنا كلنا انتمائنا للخارج، كلنا إنه كل واحد ما في انتماء للوطن. صح، بيجي تعليمات من برا شو يعمل، هيدي مشكلة كبيرة. صح صح صح. إذا بدك تعطي هيك نصيحة ليونغ آتليت لحدا عم بشق طريقه حدا مأثر فيك لك شخصيا بالباسكت شو بتكون؟ discipline discipline discipline. الحياة you have to be very disciplined, you have to eat on time. لازم تاكلي الgood food، لازم تتمرني بحياتك بشغلك بدرسك whatever، كل شيء بده discipline، بده يعني انا بضل اقول انه انا مثلا كنت اتمرن 6 ساعات كل يوم، غيري بيتمرن ساعة، اكيد بعد سنة رح يصير احسن منهم كلهم. سو بالحياة الانسان اذا حط شيء براسه بده ما يستسلم، يضل يشتغل عليه ويتعلم، اذا وصل لمحل ابواب مسكر يغير دايركشن، يضل رايح يبرم ويضل مكفى، بس ما يضل بمحل بزيت المحل رايح. سو بالحياة لازم نتعلم انه sometimes بنمرق بجور كبيرة، بس بدنا نعرف كيف نطلع من الجورة ونكفي، واهم شيء واحد يكون ديسبلين بحياته. وشي مرة كان في جورة كتير استصعبت تطلع منها؟ اوه جور كتير مرات انا انجريز مشاكل اصعب شيء الانجريز. كسرت مرة كسرت كوعي، انا كوعي اليمين اللي بشوت فيه يعني، وقعت اذا بقول لك كيف كسرته ما بتصدق، يعني ما حدا صدق انه شي قال بدي سنة، شي قال بدي 8 اشهر، شي بدي يبعتوني على امريكا اعمل عملية. وقعت عكوعي انطحن العظم كله بجيني، صار هيك العظم كله ضربة ما بتفهم كانت. بعد شهر ونص رجعت لعبت. بعد شهر ونص. How؟ لانه سبحان الله لما الانسان بيقرر الهيلينج البروسيس بيكون اسرع، وصديني عم بحكيكي باي اكسبيرينس، انا ال6 اشهر اخدوا معي 2 شهر. رح اقلك ليه، لانه انا نزلت عملت العملية الله يوجهه الخير عند حكيم اسمه غسان معلوف مستشفى الروم. اوكي اوكي. وبتعرف العظم بده فيزيوثيرابي ليرجع يفتح يعني بعد ما تعمل العملية. شو عملت انا عملت العملية 48 hours، ما حطيت كاسك مسكر، تركته مفتوح بشليك شلاك. بعد 48 ساعة صرت اربط ايدي واطلع على ملعب الحكمة بعين سعادة مع توني رستم كمال فيزيوثيرابيست تبع الحكمة الله يوجهه الخير. من بعد 3 ايام بعد موعد من البنج يعني كل يوم بلشت اركض ساعة 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 ساعة، انزل اعمل بعد 1 week كنت انزل اعمل فيزيوثيرابي 10 على بكرة لخمسة بعد الظهر، كنت اعمل دوام مع الموظفين عن توني بالكلينيك، واكيد توني رح يحضر الحلقة وحيتذكر هالايام. تخيلي بعد شهر فتحت ايدي، كنت اوريدي ايدي الشمال كأن ايدي اليمين عم مرنها كل يوم. بعد شهر بلشت اتمرن، بعد شهر ونص نزلت لعبت ماتش مع الرياضة حطيت 27 بوينتس، ما بنسي هيدا الجيم بالمنارة. سو انا اللي خليت البروسيس تكون اسرع واسهل، كان فيه يروح اقعد بالبيت وانصح 15 كيلو والعظم ما يلحم بسرعة سبحان الله، بس لما راسك خلص بده اياك ترجعي بترجعي، ولو الطب بقلك بده 3 اشهر بترجعي بشهرين بترجعي بشهرين. حلو yes. برأيك هذا أصعب شيء للبلاير هو الانجري،
يعني هيدي أكتر شيء معقول تكون. أكيد أكيد أنجري يعني تخيلي أنا بفوت على السيزن بكون ثلاثة شهور عم بنحت سبع ساعات بالنهار تمرين باكل إصابة بروح بقعد جمعتين بالبيت راح كل شيء. You have to start from scratch من الصفر. So الانجري أسوأ شيء للعيب وخصوص الانجريز الكبار بدون عمليات بدون فيزيوثيرابي ويت وتعب ويعني منا هيني حياة سبورتيف منا هيني. ايه ودايما لانه معرض اني العالم بتشوف ستار عم يربح عم بحط نقط بس ما بيعرفوا بيهايند ذا سين شو فيه صدقيني. A lot of dedication تعب كتير كبير. في ناس قطعوا بحياتك يعني كانوا كتير المهللين مصلحجية اكسترا لانه الشخص ال كتير كان عندي 1000 صاحب ما عندي واحد هلا. شو صار فيهم؟ تبخروا كلهم. انت بخرتهم ولا هنا لما بلشت اكبر بلشت تشوف خلص صاروا يسقطوا واحد ورا الثاني. ام هابي هيك اريح بكتير انه الفرنشيب حلوه منا مش غلط بس انه اخر شيء الانسان هو اللي بيخلق الحياه اللي بده اياها. قال لك عندي اصحاب هالقد هيدا لا بينعدوا على الايد الوحده quality over quantity. quality بحبهم I enjoy spending time معهم بس انه بقضي وقت مع اولادي مع الناس اللي بحبهم القراب علي. That's it. انا اذا بدي اقول لك هلا اليوم احلى نهار بحياتك ارسم لي كيف بيكون؟ بقوم الصبح بروح بلعب ساعتين تنس. باخذ الناس اللي بحبهم حوالي بطلع على الباترون احلى مطعم سمك على الميت بتغدى سمك بشرب عرق اندن برجع بروح عشي محل بالجبل كمان بحبه. spend quality time with my family with the people that I love. بحب أقضي وقت نايس مع ناس هيك قراب مني بحبهم. تحب العرق كثير؟ كثير انبسطت انزحلي كب النية كيفك بعيبه؟ اهو كثير هلا بتميل على زحلة بعمل لك اطيب كب نية مع كاس عرق. سو بدي اسألك هيك راندم كويشنز عنك هيك قصص راندم من هون ومن هون. اول شيء do you believe in love؟ لأنه you've been in relationships but do you believe in long term love؟ إنه في واحد يكون عنده partner واحد كل العمر؟ ما لنا هيني honestly خلينا نكون نحكي على الأزمة نحكي شعر ولا نحكي خلينا نحكي الأمور it's characters it's أشخاص كمان ما بقدر أقول يعني إيه في ناس تقلي في ناس في أشخاص بيكبر بيصير استاذ مدرسة بيروح 40 سنة كل يوم 7 الصبح بيجي 2 الظهر بيتغدى بفوت بيقرط نومي ساعة بيقوم يدرس ولاده بيقعد هو مرته كل حياته هيك وهي سو هابي. اوكي في ناس مثلي انا في بعد 5 دقائق كنت قاعد مع حدا ازهق ونتف حالي بدي اقوم فيه. انا حدا اذا زهقت كرسي وبزهق سو بتزهق من البارتنرز يعني بزهق من كل شيء مش البارتنرز من كل شيء بيجي محل بزهق خلص بصير بدي غير بدي اتسلى بدي I believe in love لأنه مرقت بإكسبيرينس لوف كبيرة قبل. لو تسأليني بروبلي من قبل كنت قلك لا ما ايه يعني كنت أقول إنه الحياة آخر شيء you choose what's best for you and you make your life يعني بتقتنع بس ما ايه إنه قد I need kids I have to choose someone a woman that عندها مثل تفكيري بتحب تربي زي الطريقة اللي بدي هيدا كذا we make kids we make family تتتا هيدا حدا مودي شوي بس بتعبك بحياتك ايه بتعبني بتمنى كنت يعني كنت بتمنى ما اكون هيك بتمنى لأنه متعب دايما you want to change كل الوقت يعني هيدا الشيء بهلك الشخص لأنه you're never satisfied وانا I never give up يعني مثلا عندي شغلة براسي خلص لأنه مرات في قصص في بيكون عندنا نحن مثل صفات كتير منيحة business wise بس منا منيحة بحياتنا الشخصية يعني والعكس yes. صحيح يعني مرات الover perfectionism والبدي والقصص والover dedication والpassion وكل هود كتير حلو بفيلد معين بس فيلد تاني بتعبك بفوتك بالحياة صراحة يعني أنا مايك أنا 100% مايك بلعب تقولي فرق بين الكاركتر تبع الشغل وبين الكاركتر تبع الريليشن او الفاميلي بيج 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 فرق كتير
صعب الإنسان يوفق بيناتهم وأصلا صعب واحد يكون ناجح فيهم كلهم. yes. كتير صعب يعني بتلاقي دايما مثلا بيكون بي بجنن بس زوج مش yes. كتير أو بالشغل yes. بتلاقيه كل العالم بتحبه بالشغل وباس وبقى بس بالبيت أنه أهله مثلا مش يعني أمرته مش مرتاحة مع yes. أولاده بيقولوا له منه yes. موجود وبي ما كان يعبرنا وبي مش موجود. very true. يعني different modes are very hard true. to achieve يعني yes. need time dedication للكل yes. يعني yes. مع بعضهم. إذا في شيء واحد اليوم بقول لك تغيره بحالك غير الموديناس شو بتغير؟ طيبة قلبي. I keep saying it. طيبة قلبي مع أنه بحبها لأنه تعلمت منها كتير يعني بوثق بالناس كتير وبعطي كتير. It's okay. ما شيء ما بيزعجني كان يزعجني قبل بس إنه يعني بفوت كتير بسرعة الناس على حياتي قبل مش هلا. وثقت بالناس الغلوات إيه أكيد كل واحد أنت أكيد وأنا أكيد وكل واحد أكيد يقطع أكيد. فيهم إنه حسب قديش قوتها بتكون واحد بحياته للإنسان قدروا كتير يعني الناس اللي حواليك قدروا كتير يأثروا عليك نيجاتيفلي ولا لا خليت ال بعدين قطشت دغري خلص ولما حسيت انه كانوا مأثرين علي وما كنت حاسس and then suddenly I saw it وقطشت دغري. اوكي اوكي okay. another random question yeah. بتحس ابنك عنده بعرف دايما بحطوا بريشر على الابن يعني دايما بيقولوا الابن بده يطلع مثله بس بتحس انه الله يساعده الله يساعده عن جد الله يساعده بيشبهك بالباسكت بكم شغله ولا بتحس انه ولا too soon to tell too soon to tell هيدي نقطه كثير مهمه بس انه عنده تالنت اي نو اي عندي انا بقشعر شوف عنده تالنت السايز تبعه از بيج هيز ا بيج بوي اللي بحبه فيه انه اكيد بده يتعلم كتير بده خبره كتير بعد بس عنده بيوتيفول كاركتر بيشبهك الكاركتر تبعه كريزا ايه كريزا مثلي بس انه اروق بشوي مني بس انه بيتمرن يعني منه ليزي بحب يتمرن بحب عطول يكون موجود بحطه بالملعب 4-5 ساعات ما بفل سو بعتقد عنده كل الالمنت ليكون لعيب منيح و I will help him. اوكي I will. يلا منشوفه بعد كم سنة ان شاء الله. شو اذا خيروك اليوم تقعد مع حدا اليوم الليلة تتعشى مين بتنقي وليه؟ anyone سحبته ببالي اللي شهر ونص شهرين ما شفتها اذا بيخيروني اكيد بقول لها هلا بجيبها بروح بتعشى انا وياها وبنشرب تشرب عرق وايت واين وايت واين اوكي اوكي واذا حدا فيمس ايدل لها او حدا مين اكيد مايكل جوردن اكيد مايكل جوردن اي مات هيم اي مات هيم انا بشيكاغو هيز ماي ايدل نو هيز ماي بس سبورتس ايدل يعني جوردن از أنا بالنسبة لألي أيام ما كنت ألعب كان بالنسبة لألي حدا جاي من غير كوكب وستيل يعني أنا وات جوردن ديد لسبور أنا كأتليت بعده أحسن واحد أتليت إجا على تاريخ الكوكب مش بس على الباسكتبول بأمريكا يعني أحسن من كل الأتليت. ليه؟ شو اللي بيميزه برأيك؟ عنده ربنا عطا كل جمع فيه كتير صفات كاركتر كاريزما very tough mentality he trains hard يعني بسب يعني طلع pick number مدري قديه ما حدا قريك لما طلع من الجامعات وكسر الدنيا so this is what I like about him. so بس تعرفت عليه حسيت بنفس الشيء وصاهم no حسيت سلمت عليه وحكيت انه انا على الملعب this is the Jordan Jordan اللي بحبه هو Jordan على الملعب عرفتي؟ كتير الكلمة اللي قلتها كتير مهمة لأنه قلت لي هي is my sports idol مش كل شيء لأنه الناس ما بيفرقوا يعني الناس بدون مثلا بيحبوا فنان بحبوه بيصير مثلا الأعلى بكل شيء بحياته أنه فيه يكون فنان شاطر أغاني حلوة بس يكون بالحياة يعني أنا ما هول كله حلو التفرقة يعني لا بين الحياة أنا ولا واحد من هول ستارز he is my idol أبدا أصلا في إنسان your idol لا ولا إنسان Jesus is my idol لأنه يعني ضحى بكل شيء كرمال مسيحيته so. okay. إذا بدأت تخيل إليم شانتف بعد 10 سنين شو بيكون عم يعمل؟ عم بلعب تنس كل يوم I'm enjoying time عم بضحك عم بنبسط ليكي أنا I knew إنه life is too short since long time ago ما
بعرف انه هاي الحياة نحن زيارة جايين عليها. سو اثبت انه واحد قد ما فيه يتسلى و... وبتمنى يعني اقدر فرح كل الناس اللي حوالي اللي بحبهم، اخواتي اللي بيقربوا اللي قراب مني. سو I will be doing the same thing اللي عم بعمله هلا، صدقيني. رح ضل عم بركض على شغلي حتى انجح بشغلي، رح ضل عم بعمل سبوري، رح ضل عم بكون هيك ايزي، حعيش حياتي هين. بكره البدلات وبكره الرسميات وبكره كل شيء بيخنقني وبيربطني. ام فري جاي، بدي اكون فري بهالكوكب هيك. ما بعرف وين بكون، يمكن ما اكون هون، اكيد ما رح اكون هون بعد 10 سنين. تكون بعدك بالبلديه؟ لا لا، بلديه بعد سنه ان شاء الله بتصير انتخابات وبيجي رئيس تاني و... وخلص منسلم الشعلة. مش accomplished. اوكي. تيب لليون كوتشز الجايين، لأنه في كتير كوتشز هلا جايين. yeah. شو التيب اللي ما قلت أعطيني أهم؟ keep working hard. نحن كله بيطبق عليه زيت المثل، انه نومو يعني الإيجو هي مرض كبير بيدمر الإنسان. خلي إجري على الأرض الواحد، keep learning. ولا نهار انا اعتبرت حالي نمبر 1 او بطل حدا مثلي. كنت اربح بطولة اسيا، تاني يوم انزل اتمرن لانه بعرف البطولة جديدة جاية ولازم يكون ready لها. keep working hard، دلكن عم تتمرنوا. you are gifted بهاللعبة. الله عطيكن talent، عرفوا كيف تستعملوها، و always فكر لتكون better. يعني والكوتشز هاو كان دي مانج، اذا كان عندهم بالتيم ناس عندهم هالايجوز برايك؟ في بس ذا بيست واي، في له عليه اخر شيء الايجو، بدك يو هاف تو كنترول ات. مثلا الرياضي عنده كتير ايجوز وقدروا عملوا كنترول على الفريق، الكوتش طبعا ما لنا هينه، بس انه يو هاف تو كنترول ذا ايجوز. اخر شيء لما بدك تعمل كوتش في عندك دور فيزيكال وتكنيكال وفي دور منتل، يعني المنتل سايد. وهيدا اللي بدي اقوله انا، غسان كان عنده الفيزيكال والهذا، بس كان المنتل سايد كتير قوي عنده اياه. يعني كان يعني كان ياثر فينا لما يحكينا، وهيدي شغله كتير مهمه. اللعيب لما الكوتش يحكي ويفوت على راسه وينزل على قلبه الحكي، غير ما انه عرفتي نور ما بيحترمه الايجو، ما بيحترم انه انا بفهم. يحكي مع الكوتش، اوكي كوتش، بينزل بيعمل اللي براسه، هذا شيء غلط. اوكي. وبرايك هيك are you optimistic about basketball؟ hey, always. always always وعن جد كل مره بيجيني فرصه اشكر الاتحاد بشكره، على راسه اكرم الحلبي والامين العام شاربيل، عم بيعملوا شغل كتير كبير. والاتحاد عن جد عمل بطولة بتجنن، عنا 3 منتخبات وصلوا على بطولة العالم. بقى أكيد I'm proud، وأنا ما عندي خوف على الباسكتبول اللبناني. وقد ايه بالباسكتبول في لك؟ هلا لك موجود بالحياة بس إنه ماينر، مش لك ما بيعمل لك كارير أو فورتشن أو بكون عندك لك بمحلات. حلو إنسان يكون محظوظ، واللك أنا بحس اللك بيجي لعندك لما when you work hard، لما وهذا ساعتها اللك بيصير يجي لعندك أكتر من غيرك. Yes. The biggest life lesson that you learned من أول ما خلقت من الكارير تبعك لليوم شو هي إذا بدك تلخصها بجملة؟ Forgive but don't forget. Do you forget? No. I forgave كل اللي هيدا. يعني سمحت كل كتير ناس بس ما نسيت، اكيد ما نسيت، اكيد ما راح انسى، اكيد ما في انسى لانه شيء عايش، يعني مش عايش معي، بس انه المهم واحد يعرف يسامح. سامح ما يقعد عنده حقد ضد ناس مرقوا بحياته وما كانوا منيح، لانه انت بتتعب مش هن، يعني انت اللي بتكون حامل 100% تعب. يس. اوكي. اذا بدك تلخص الانترفيو اليوم بكلمه شو بتكون؟ ماي سيلف كانت كثير عن جد. وقلتي اول حلقه بدنا نحكي بقصص ما حكينا قبل. عن جد انا لما كنت جاي على الانترفيو، لانه ليتلي عملت كذا انترفيو، قلت انه شو معقوله بعد احكي بشيء ما حكي فيه ولا شيء حكينا فيه هلا حكي فيه قبل. انا تفاجأت يعني، انه لانه كثير حكيت بمواضيع وكثير فتت، بس عن جد
وما عم صدق خلصت كتير سريعة. وأنا بدي أقول لك شغلة from a psychologist point of view عن جد, لأنه I see people on a daily basis, نعمل interviews frequently. عندك شيء ما بيشبه غير عالم هي هال peace, عندك تصالح, عندك peace, يعني بس حدا يقعد معك بحس فيه هيك مثل سلام, بحسك happy optimistic. يعني أكيد عندك ups and downs, أكيد عندك الهولة, بس عندك. وأحلى شيء فيك اللي بدي أرجع أقوله واللي كتير قليل من الأشخاص اللي ما بيتعلموها, هي الـ art of knowing إنه أوكي أنا كتير شاطر بالباسكت, أنا صرت ناشنال هيرو بهذا الموضوع كله, بس أنا I'm not only a basketball player, يعني I can shift, بقدر غير, بقدر أنبسط, بقدر أروح, بقدر أجي, وهي دي سكيل منا هينة. وبتخيل كيف تربيت, يمكن هيدا الفضل لأهلك, يمكن أمك وبيك كان عندهم هيدا الأوبتيميزم وهيدا الحب والتواضع, ثم التواضع ثم التواضع. عن جد we're proud to have you. Thank you. You are a national hero, and I hope and I wish that المستقبل يكون بعد أحلى من الماضي تبعك. Merci, all the best, good luck لك. Thank you so much. حنطلب منك بس تكتب life lesson على البريم بوك بدنا نعذبك بعدنا إليك. Thank you. Thank you.